يعني ليترلي احلى فيو في عمان. موجود هون. وين؟ تعال نروح عليها هسه. في فيو هون تعرفه انت؟ شيء خرافي. راح تنصدم مطلع على ايش؟ يعني انا شايف اكثر من هيك طل اللي قدامنا. لا 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 لا, لا, لا حضيف عليها شغله هسه مش معقول. حلو 100% انا ما عندي مشاكل. نشوف كل الفيوز اللي طبعا هاد اكبر عالم في الاردن. او اعلى يعني من اعلى الاعلام يعني هون. انا نسيت احكي لكم ليش جايين هون اليوم. احنا هون بدعوة من وزارة السياحة بوجه لهم شكر كثير كبير لدعوتهم اليوم. بالاردن اليوم يوم السياحة الاردني. تمام هذا اليوم الكل بيطلع على اماكن سياحيه فجتني دعوه منهم اني افرجي معلم سياحي من الاردن وبكونوا الكاميرا معي اخذتكم معي اليوم فاحنا هون بجبل القلعه لهذا السبب وبس يلا يلا تعال اسامه تعال اوكي تعال انا اسمع الاماكن العاليه لا تمسك ساعه يلا محمد ايوه امسك الاماكن العاليه بخاف منها يلا طبعا يا جماعه اكثر حدا بخاف بالعالم لا انا بخافش بس بمزح معاكم مزحي خاصه دقيقه شوي يلا خلينا نسلفي كيف دقيقه شوي هو مش سلفي هو سلفي فيديو احلى فيو بالعالم لا طبعا المدرج الروماني ورانا واتوقع في اكتيفيتي هلا عم بتصير فكثير الفيو خرافي هذا وسط البلد داون تاون اوكي والمدرج الروماني وهذا احلى مطل بالعالم ماشي يسعد ربه من المطل كثير الاردن بتجنن وحلوه الله وانت اللي بتجنن حلو لما بدك توقع هسه طبعا خلص هيك تمام ايوه بتعرف توقف هون لا انا اكثر يعني اكثر من هون ما راح اقدر افيدك يا محمد متاكد لا متاكد ما راح افيدك مساء الخير عليكم جميعا الله يسعد مساكم كيف حالكم كويسين اول اشي يعني بدي هيك اسمع الاجواء كيف راح تكون معنا وقديش مستعدين وقديش مبسوطين معنا بدي اسمع زكفة قوية 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 الله عليكم ايوه ما بدي اطول عليكم اكثر بدي مع بعض نرحب بزكفه قويه قويه بنجم ستار اكاديمي الفنان محمد رافع يا براكن العالي عطر الثاني يا براكن العالي غالي والله غالي وشعبك يحبك غالي والله غالي يا براكن العالي عطر الثاني غالي والله غالي وشعبك يحب غالي والله غالي اسمع عبد وعبد الله راعي الهادلة كوطننا صخرتي له يا اردنيا يلا ما صراحة بيني وبينك سندويش الشاورما تهضمت تضبط معك؟ أنا عندي حل على فكرة شو الحل؟ تعطيها كنافة كنافة؟ يلا على البلد هاي حبيبة يلا يلا؟ يلا يلا على البلد طبعاً يعني من الشغلات المهمة كمان بالسياحة في الأردن أيوة نحكي عن السياحة في الأردن إنه أنت ممنوع تدخل الداون تاون هون بدون ما تأكل كنافة بدون ما تأكل كنافة أو حمص أساسي فول. أساسي أساسي إنك تأكل كنافة فلا راح نروح نضرب ثلاث صحون كنافة كيف كيفك أبو رافع بطل يا رافع كل واحد محمد يعني انا يعني يا صاحبي عادي ابيعك على صحن كنافه ما في مشاكل وانا كمان كم الساعه يا اخوان الساعه تقريبا محمد يعني 9:15 مش عملت شغلات اليوم ما بدي احكي لك لا كثير على كل حال انا صار لازم امشي انتوا معي باي و
وهيك خلص يومي معاكم، وبتمنى كثير تكونوا انبسطتوا بالجوله اللي لففتكم اياها. راح اشتغل لكم كثير وحتشوفوني كثير اذا تواصلتوا معي على السوشيال ميديا زي ما حتشوفوا هلا. حكون كثير مبسوط بالتواصل معكم. بموت عليكم، يسعد ربكم.